دول الخليج تدرج 10 أفراد وأربعة كيانات كجماعات إرهابية، منهم 5 أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله اللبناني، وذلك لقطع يد إيران من المنطقة. القائمة شملت 5 كيانات تابعة لحزب الله اللبناني، في مقدمتها مجموعة سبكتر مع الطيف. القرار نص على تجميع جميع ممتلكات المصنفين والعوائد المرتبطة بالكيان الإرهابي. تأتي العقوبات لتورط حزب الله وإيران في المعاناة الإنسانية بسوريا وتسببهم كذلك في العنف بالعراق واليمن وعدد من الدول العربية.